صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله كثيرا على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشكره سبحانه وتعالى على جميع قضائه وقدره، ثم نشكر لفضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور كيندو حفظه الله، ونشكر كذلك لفضيلة الدكتور الشيخ تيجاني حفظه الله، وكذلك نشكر لحبيبنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن جلبيه حفظه الله، وكذلك نشكر لجميع المشايخ والأئمة والآباء والزملاء. هذه المرة الأولى التي كتبها الله سبحانه وتعالى لي أن أزور فيها هذه العاصمة المباركة، وإن كانت واجبة علي الزيارات قبلها لعدة أمور، منها حبي لأهلها لما أسمع منهم من تمسكهم بسنة وحبهم لها وحبهم أيضا للعلم الشرعي، هذا جعلني أحبهم وأميل إليهم وأتمنى زيارتهم، ومنها وجود زملائي وأحبابي فيها، منهم الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمود قطيبو وجماعة دبسوبة والدكتور التيجان وغيرهم، وعلى رأسهم شيخنا الدكتور كيندو. وكذلك من الأسباب أن زوجتين لي من أهل بوركينا، فلهم علي حق الزيارة. فنظرا لهذا وغيره كانت واجبا علي الزيارة قبل هذا. الآن اكتمل النصاب، عندي أربعة، جزاك الله خيرا. فالإنسان يتمنى شيء إن لم يقدره الله سبحانه وتعالى لا يكون حتى جاءت الوفاة. وكنت أرى أن أكون من أوائل من يحضر الجنازة لو كنت قريبا من الدولة، لكن كنت وقتئذ في موسم الحج وفي مكانه، فكنت بعيدا للعلاقة القوية التي بيني وبين شيخي دكتور كيندو حفظه الله، فعلاقتي به علاقة قديمة متينة قوية. أدركت فضيلته في الجامعة الإسلامية، وقد فتح بابه لطلبة العلم، فكان كرس أوقاته كلها وجعل وقته جميعه لتعليم الناس وهو في الجامعة. إذا جئته لتتعلم يسألك ما الوقت المناسب لك، أنت الذي تختار الوقت المناسب، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، أي وقت، حتى وقت القيلولة. فكنت ممن اخترت بعد العصر مع بعض الزملاء، وقرأنا عليه عددا من الكتب في الحديث، في النحو، في البلاغة، في اللغة، وغيرها من بعض الكتب، وكان يفيدنا بعلمه وجوده. أما العلم فإنه لا يمل حتى تمل أنت أيها الطالب، ويفيدنا بجوده. فأنا أحب الشاي كثيرا، ولعل من أسباب ذلك حب شيخي له، فكلما أتينا إليه
فيصنع الشاي قبل أن نصنع نحن. نحن نقرأ في الكتاب وهو يسقينا، نشرب وندرس. هذا من الكرم والجود، فأحببته حبا تما، وأحببته في زهده. كان فريدا في نوعه في الجامعة، كثيرا ممن كان أمثاله في تلك المرحلة تجد معه أشياء كثيرة، فهو لو أرادها لوفرها، لكنه أبدا اكتفى بالذي يغنيه. وصفت من تواضعه، وهو بمن رزقه الله سبحانه وتعالى التواضع الجم، يستفاد منه في جوانب كثيرة، فتألقت به وأحببته لهذه الأمور حتى تخرج وأتى هنا. والجهود التي بذلها هنا لم تخفى على أي أحد، حتى الحساد يعرفون أن الله سبحانه وتعالى كتب في دعوة الشيخ قبولا. فهذا أيضا زاد حبا له. ثم تعرفت على أخينا عبد الفتاح رحمه الله، فذكرني بأبيه حبا في العلم، وحبا في نشره، وفي تواضعه، وفي صمته. ذكرني بأبي، فتعاصرت معه أيضا في الجامعة أيضا حتى تخرجنا، وأتى وذهب للمواصلة. وكنت أتتبع الأخبار، وكل ما يصلني منه يدخل السرور في قلبي. بلغني أنه كان أيضا محبا لنشر العلم، وأنه أسس حلقات ويعلم فيها الدروس الخاصة ودروس العامة والمحاضرات. فقلت ومن يشابه أبه فما ظلم، فأحببته أيضا حبا كثيرا، حتى قدر الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه على هذا المنهج، وهو في سبيل المزيد من العلم. العلم الذي كان معه لو نشره في أهل البلد لما تقبل أن ينتهي. لكن الإنسان لا يشبع بعلم، وقد قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي زدني علما، بعدما شهد الله له بالعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه شهادة من الله أن الله علمه، فمعنى ذلك يقول أقول ربي زدني علما. والوفاء على هذا السبيل موت شرف وموت كرم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة تدعو أجنحتها لطالب العلم يريدهم بما يصنع. فلما تأخرنا عن الشهود في الجنازة لبعد المسافة، كنت مسافرا، فقلت أبدا حتى أتي إلى الشيخ وأبلغه السلام. وقد حملني أحبابه في ساحل العاج لتبليغ سلامهم، فكثير منهم يحبون حبا كثيرا لما يرون ويسمعون منه. كذلك طلاب هنالك والدعاة هنالك، كل من علم بسفري حملني تبليغ سلامهم وتعزيتهم إلى فضيلته. فأنا جئت أصولة مني ونيابة عن أهل ساحل العاش. وأما جئنا من باب التعزية وإلى الدعاء لأخينا، فهذا مستمر إن شاء الله استمرار حياتنا بإذن الله، لما أحببناه له وهو هذا الدين. والشيخ يعلم بأن الإنسان ليس مخلدا في الدنيا. الإنسان مهما عاش 400 سنة فبعده هذا الشيء الذي هو الموت.
ولو عاش 200 سنة بل لو عاش 1000 سنين 1000 سنة فإنه آخره الموت. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يسلم من الموت. ونحن كذلك كلنا منتظرون لهذا الموت، وإنما يسلق بعضنا بعضا، وإلا فهو سبيل الجميع، سبيل الجميع. فإذا فكرنا في هذا فإنه يهون علينا هذا الأمر، ويهونه علينا أيضا أننا في هذه الدنيا مسافرون على سبيل المرور والعبور، لكن المقر الحقيقي هو الجنة إن شاء الله. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا جميعا في جنة النعيم كما جمع بيننا في هذه الدنيا على حب هذا الدين وعلى حب منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك بغير حساب ولا عذاب. فالموت ليس شرا، بل كان موته وسيلة إلى الجنة. إذا كان الموت يحملك إلى الجنة فهو خير. حتى لو قتل إنسان وكان هذا القتل يحمله إلى الجنة فهو خير، فكل ما يوصلك إلى الجنة فهو خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل موتنا جميعا وسيلة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنقول اللهم اغفر لأخينا وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج البرد، ونقه من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمي لو تعلمت أنك قلت ملون أنا ما كريت من بلا وقفة أمي أنك موفو أنا من أغا دكتور ما شيخ محمد كيندو أنا أغا دكتور في التجان أنا أغا شيخ وشيخ عبد الرحمن أنا كرموتو مو بكنكا يرونا كنسو أبدي بيفو كابي كومبي لكوني مامو نوين ياسين عاما مغاينا نفو يام فولي كيلو تمين نا كاكورو تو كاليه كان فولي كيه كاكورو مغا ألا نمانا تكا فولو و فولي و سابو كاشا أدو يمي أمي جسل مومينا يانسونا مو فانفلالا كابي دينا كاوما أني دينا جسري أني دينا جيجالي وكلا سوي أكو كانو نينو كان موغو كانو كدا تيوفو وفاني باتو دولي أكو زيارة كنا زيارة كيا مغو تنغان كا سوميا فانا كي موسو موميني بلو فلا بولا يا ودهي موسو بلا موغو مولا يكان كا يكان بنيا كا كاسي بلو وما هو بنيا دو يمي وي زيارة. Alors il dit, on a monté la fanale, on a bien, le Cheikh Kindo, on a un camion, on a un carambo, on a un calimango, on a un sabo. Quand on a fait, on a monté le docteur Kindo, quand on a monté, on a monté, on a une relation de manche et bigoté. Avec un monté en mena, à Sabatinilo, à Sinsinilo, afin de signer des dîners les gars. Comment son égard sur la dînerie? Dans un solo, aïe moi, moi mes caponnettes de l'île au Cameroun, moi mon livre à craquer, après mes qui compte. Il fallait faire la kawati wati, à la même kawati dima, que la souffrir à la télévée. Un cacano calvoma, au carence et vanga de la chiama sur la, ou la fin de la mire à Kaïra Majigi. Anka kuna fasoro ala, una fada imi, akaki kodo dunia bolu kazi kazi kani ni,
ko mo gëkk adunu ñi ni ak su bokkel nga fa do ko ñi ni shaala ba so romé ak ñal seen karama aday mi lu ñi rek kanu mo ne ka day fokati na on nañu wala xiyam waaw ak la sooga ak kanu ko sene antoro la ala kara bana andalea andam mi gala bana ci la daawa la la daawa na na fam gala rek de ce gala daawa bende bi ta fo ala ana fa fa do de mo sima ru kabulu su ala bu ke mo yi bon di ala ala yere o fa ka to fa ka ro ka fo ka se o ko fe ne ka amadi ma ci rabbul fatah ne ka lo ko fe fa na ka ti ne ka 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 sa wa ke ka e aka yere bo nyo ya afama lo ni ka no na di na yere ka no na a ke da yere ko ro si di da ane jugo ñumaru afana tola o karawla fo ala karamba la nana ya mi to ka kibero yi ni kalike kama so ni mo ko jere ni kam mo mo mi ka kilo yi ni kalike akibare be ji ate fo yi ba fo ki wala ñuma ala mo karam mo jono la abe mo karam to rusula abe mo hadaro ke abe ni ka be ni ka fo ko fa yi ka la ni ka be ta to fra kan lo ni ka kama so lo ni je ba wa demi to ba bolo ademe mo soro abe mi kala wala fo kase asayama me kala ni kado fara ka kai kado fara lo ni ka kai adolo sinaka fo ala wata laka wa fatu kore aka o to ba an te se ka si a te se ka lo fo anyi na lo ka fo de ke akala wati na ka so ni jamana cheka ja kusebe to te se ka ya ra so nya si ba na te no to te suko ya to defo ko ala ka dem ko fe nga alhamdulillah ala ka bilate amina lo ka foli ke amana do ke ala na foli de na to do ko ni na ala o ta na so na am o ka yoro do fa so mana an silema am o ka ti ma be ay ka lo ka no fo ka no se metia ka ya ka fo mi ka la kan bele la yu azi ba'duna ba'dan aka bele so nakala cogo cogo dɔ fana bɛ yen dɔw bɛ wuli k'o fana sɛgɛrɛ ka taa taaziya kɛ i n'a ɲɔgɔnnaw o de ka sababu ye ka n lase yen inshaallah an balimaw Côte d'Ivoire o bɛɛ ka foli ka diya ko kana di sɛfo ma a kanu b'an ka sɛfo ka tɛmɛ a ka karamɔgɔ fana ka sɛ a karamɔgɔ fana ka sɛ mɔgɔ mɔgɔ k'an nakɔ lɔ o bɛɛ ka foli diya ko ni sera ko i na foli lase sɛfo ni a kɔmɔgɔw ma tuma kuma la sɛnɛ bolo ma. Fɛn bɛ k'an lasiya o de bɛ nin ye an ka lɔgɔ tala tali ale min hinana an na ni an farala ɲɔgɔn kan duniya nin kɔnɔ yan an ka lɔgɔ tala tali ye hinana k'an fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ a kana kɛ ni jangata ye a kana kɛ ni fisafisali ye wa sallallahu alayhi wa sallamati wa alayhi wa sahbihi wa sallam tasali wa kathira assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ayiwa bisimilahi rahmani rahim. الحمد لله حق حمده والشكر لله تعالى على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحيي الإخوة جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذا اليوم في هذا اليوم المبارك يوم الخميس بالنسبة للتاريخ الدكتور ذكر 27 أيوة نعم 28 من شهر ذي الحجة عام 1445 من الهجرة الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2004 الموافق للرابع من شهر يوليو عام 2024 من الميلاد تشرفنا غاية التشرف باستقبال أخينا الفاضل فضيلة الدكتور أبي بكر جلو
من ساحل العاج الذي جاءنا زائرا ومعزيا ومواسيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر شعيه وأن يرفع درجته وأن يوفقه لكل خير. وأنا أتناول الكلمة باسم الأسرة خاصة، وأتناولها كذلك باسم مجلس العلماء لجمعية أهل السنة في بوركينا فاسو، وأتناولها كذلك باسم جميع منصوبي جمعية أهل السنة في بوركينا فاسو، لنرحب بضيفنا الكريم وبأخينا الفاضل على ما قام به من الجهد والانتقال من ساحل العاج إلينا في دولة بوركينا فاسو لكي يواصلنا ولكي يعزينا، فجزاؤه على الله سبحانه وتعالى. ليس عندنا من العبارات ما نعبر به عن سرورنا وعن فرحنا وعن انشراح صدورنا لزيارته، وكل ما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون زيارته مباركة ونافعة للعباد في هذه البلاد إن شاء الله. وكما تفضل جزاه الله خيرا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بأن نلتقي في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، ونحن قد سبقناهم في الدراسة فلاحقوا بنا، وكانوا نعم الطلبة من ساحل العاج، وهو كذلك ممن يشهد له بالجد والنشاط والرغبة الأكيدة في طلب العلم حتى تخرجنا فواصلوا الدراسة بعدنا، ولكن رجاؤنا فيهم قد حقق الله تعالى رجاءنا فيهم، حيث إنهم واصلوا الدراسة حتى تخرجوهم أيضا ورجعوا إلى ساحل العاج، وبارك الله تعالى في رجوعهم فنفعوا العبادة هناك، ولا زالوا يواصلون الدعوة في ساحل العاج وفي الدول المجاورة. وعلى كل حال، فأنا أرجو من الإخوة جميعا أن يكثروا من الدعاء له ولأمثاله، كما نرجو من الجميع أن يكثروا من الدعاء للدعاة، سواء في بوركينا فاسو أو في ساحل العاج أو في جميع أنحاء العالم، لكي ينفع الله تعالى بهم وينير بهم البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنعم البلاد بزيارته في هذه الأيام، وأن تطيب إقامته بيننا بإذن الله، وأن تكون هذه الزيارة إن شاء الله مشجعة له ومرغبة له في الإكثار من الزيارات بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممن طاب من شاه وتبوأ من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم بيننا بخير وسلام حتى يعود بإذن الله سبحانه وتعالى بخير وسلام. ولا أطيل الكلام، لأن لنا بإذن الله تعالى في الأيام الباقية قبل أن يعود جلسات إن شاء الله. فأشكر كذلك الإخوة جميعا على استقبالهم له وعلى مرافقتهم له، وبما أنه إن شاء الله سيقضي بيننا أيام، فأرجو من الجميع أن نخدمه بكل ما نستطيع، وأن نطيح المجال لكي يعني ينفع الناس بما عنده من العلم، وهو ضيف كريم علينا، فلعل كلماته ودعوته إن شاء الله تجد قبولا
بإذن الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله تعالى خير الجزاء، ونفع الله تعالى بعلمه وجهده، وجعله الله تعالى من المقبولين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا إلى صراطه المستقيم، وأن يتوفانا مسلمين مؤمنين، وأن يجعل الجنة مثوانا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة تنين وفحنا وغلقوا ما وصغي تدمي متسانا أترى وازو مغربة قوي ميكا متاهم ووان أبوس أبوه مني لكن الإنسان واتكا إلا تنمي تنينغو ما قويرا تيمي بام ويل بلفو فوس بلفو يقول نسيني تومني ساح نان توم توم نام سان ساك تنمي ليكا قويرا نام بوسا باركا ni me hinze kanaw ri Côte d'Ivoire na wa cardo ti akura pouso ne bi yamabi sa fa gil car ton me manda la dose et wen nam ko awa nga yel somne la wona kitawa nga me nafe nafu zamana ton wen nam sansa ki bad ya wani me hungo ma yeme ya dina tahda Côte d'Ivoire la wen nam bume ti ayi kalim biga نزل مدينة إنفستي وهي الجامعة الإسلامية. تونر عن بامبا كارن أبوين مدينة. اتبان ملابي كودي فارن كارم دين. تونر نام وابو اتبوا بام تون مدينة. اتتون يا بام مي بوين كيم نامبا وكارن أبوين. لابو هو وين تون مماند بام مي كاسيت. تي كارن بيسين وعورم. لابو نام بوم نيت فايا تلاد نديك بانكو. بام مي هو وان absin yene de pan soba bangara ba opoka hati tonu wa ton karman sa wa wa buli kina kati bam kelen pa na kelen sani karna halan to man doktora la ton me henda tewa a teba wendam wendam pirsa teba ah ba de bam me hen si karman le wa ko di vara a ya wa yamu so fa han miwa bam me han wa wa halan kin halurunda a antuka obunizi panga ya wuso ni dina taso la kalanga nyoro la en jiligi de manda awo parce que le val pas ta zinga obna ora hom patay mpati et le val ta la tem bila donc ton dialo hom bachenge pa gom de zeng hom pa ko di vale wala ten yaksa ya pa get mohabi a li la sidi ni di pang tek tek ali ki tam to brata dose ah ba de doat namba ba handat dose yi da peka ah ba handat dose ayi da peka peka ya soma la dosa na fa yi da aha li wakat kan mu ha en ba adin bi sanke tun voya an tum din ya bu man do to en nam kellen tabam da la wen nam mana sirl son wo la wen nam mana gudu te tum da kellen ba se en din da tun singa tum dum pa ba ho la dosa san ning din wen nam san sake to wen nam kellen pas panga ita nir kwa na gilla ban me nir fa ton handa ti yi dia dosa tum sanding of those bama yin lanke ti ya tun me yi da bamba wa wa do to ti ya namba abdurrahman namba bam ke tan ya wazin namba ton tawr kwa wala jilla tum sanding of those tun wani sakar pore ti la ko pa hadi ti panga pa hadi da bo me ya woto wani nam sakar lugol pore riki tam ti tun me pohud ba barka a ti bo wa wa ton do ya hanyi bam me la tan ba lin da zin de zin gwa en koso wende ليه قدام مي لا بان لي فا يمي يام بات يسما تزين كان اورون وا اجي لا واو واو غتون دو واو واو غت فا اجي لا نيل تون مي سيربني واو غلي لا دو تي با ان بنازين دكا رحم وانا اظن العوده السابش ولي كم تون نام ساكل بول نانتا سمي دو تو يولن دي بري كي تم تم كان رابور غرام ون ساكل بول بو وانغا اوتو وازابرا اوتو لا غادي با بول ابنا ما نوازو زانويتي بيو أجمع مي ون ساكر بولي وبنان سيرا كارسان بورسا زانويتي لين يجيبو لبي يا وتو بيو زابر مي يا ها ما غادي بولي وبنان تلا سونس على لين أي نزول كوا بوكا سيتيران ميهلون وبيسي فانة مهابي سميدو يجيبو يا ها ون ساكر بولي وبنان سيرا دو آتا نسونه نبامي يلا وامتنا بوسا كورا لا واهي يلا
net san tar bangre la leben ya net hin yens ni dawa ni mi hin to sigzi ni fa abah da funa ali ki tamti ton mi ko tamti wina songoba ti zindi ga yini lafi hatu to on lebe ni lafi on nam sa ko lord paul ton mi ko tamti ma bisa me ya me kella ya san ho sigidla dina po me san wa wa ya tile san sabo ya aiwa ya yir somde ton mi san sabo sabo ya soma tiye me tal yam nuru ayelam tiye wa ngaka a pipi lo to se ne wa daka ya pipi wa ngala to ale wuni kem tiye ya bulkina remba aba ni tala paraba nase la paraba yiba fa ya bulkina komba ni tiye ya remba aha lila wan kat kanga wa donc zaba sa yi soma te mi to wa ngabe le yida ala fo san chenge chenge ti zaba pa yi soma fo san lo fa a pa mi la pa ni final de pure be ya la zaba sa yi soma wati ya yam le o tale ra tun wa a yil da tun mi na mo don zaba soma a ti mi ya ti a yem ti bam bam ba hambe Côte d'Ivoire bam ta ka ki ba ti Burkina yam no nga sunna obsa ya ni di pa ni sunna yi ya hu mi la ge wa la bi mi ti laysa al khabar kal iyan fo hu mi fu hanya pa yo wa a je le bam ba hu ma sa wa nya ti ti e bi ti ti bam ba handa bam ba hanya o mi yi da bam hu ma sa ya ri da soma wa la amma mu mu mti ya ne la muwa nya mti patai ayi pa mana kwa la ton me ko tam ti mi kam ti bhanna nya wa ayi wa ba huma ma ti yi ra won sa ke po re ile won ne sin ge bla fi won na le so bla fi won na ko ton me ton ro ti re ra bu ni wa wo re la sa bu ni e wa wo re hal te pulle ko ton nam san sa fi din nam po sa president nam barka ti ya bam da ra so bu nam ba ati poten to wona kelen pa ba mi yel somde wona pa ba mi nitri fanga fo da doctor number ni ba mi hamba ba tuma la banan sirawa ba de ya pam kan bitara don ko kan kan ma ya kan bi ni taba ya do at nam ni taba illa wona kelen pa kun men no taba wona pa ga taba wona pa do wa taba yam mi hala mo wa sirba antu ko wona ko yam mi yel somde wona yoni ba fa yel somde ati ya wahin yela wan kata pa ma amanda moha mit nit sa yukod wagan tan sigel por bale yakon watka pene ti fami bum me ngapo kon nando ila wan kat kanga wan samba sik bilfu te bamme pam vous bilfu te li insha Allah goma me sak dam to insha Allah insha Allah idan jazakum Allah ta'ala khair al jaza sanaktafi bi hadha wa ana la adkhul fi al bambara ya insha Allah la bas insha Allah idan donc nante kawoto wona msafa pole la kom sole te pa mo vous bilfo inshallah na